وصلنا إلى وقفة العربية نت ككل سبت واثنين وأربعاء. ينضم إلينا في الاستوديو الزميل فراج إسماعيل مدير تحرير العربية نت. صباح الخير فراج. صباح الفل. صباح الخير. عدة أخبار وتسريبات يا فراج بتكشف عن ثلاث رجال أجبروا مبارك على التنحر. شوف الساعات الأخيرة في حكم مبارك أو الساعات الأخيرة في قصر الأوروبا اللي هو كان مقر الحكم في عهد الرئيس مبارك. هذه الساعات الأخيرة من الساعة 10 ليلا بتوقيت القاهرة حين ألقى يوم الخميس 10 فبراير حينما فوض الرئيس مبارك سلطاته إلى عمر سليمان. والساعة 6 مساء حينما ألقى عمر سليمان بيان من 50 ثانية بأن الرئيس تخلى عن منصبه. ستظل هذه الساعات يعني غامضة كثيرا رغم يعني ما نشر أو تسريبات الإعلامية عن ما حصل في هذه الساعات. الجديد الذي نسمعه أو الذي قرأناه في هذه التسريبات أن الشخصين اللذين يعني بعد أن ولاهم الرئيس مبارك عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وأحمد شفيق رئيسا للوزراء هذان الشخصيان وكانت لهما شعبية كبيرة قبل ذلك في أيام حكم الرئيس مبارك وكان مرشحان شعبيا أن يخلفاه ثم فقد هذه الشعبية بفعل هذا الترشيح. هذه التسريبات تقول أن هذان الرجلان عمر سليمان وأحمد شفيق بالإضافة إلى المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة هم الذين ضغطوا على الرئيس مبارك للتنحي عن الحكم وأيضا رفضوا أي طلب له بتأجيل هذا القرار لدرجة أنه طلب أن يؤخر حتى يطمئن على وصول علاء وجمال إلى شرم الشيخ. رفضوا ذلك وكان من المقرر أن يذاع البيان في 7 مساء. عمر سليمان قال له أن الوقت يعني يقطعنا كالسيف وعجل هذا القرار ساعة كاملة وأذيع في 6 مساء. إلى موضوعنا الثاني اللي هو فادية حمدي الشرطية اللي صفعت البو عزيزي تحولت من رمز للظلم إلى بالعكس إلى رمز أو ملهبة للثورات وبعتقد العربية نت أحد زملائنا يمكن زار أهلها في البيت وعملتوا لقاء. نعم الفريق العربية نت في تونس زار بيت فادية حمدي في قبل يوم واحد من حكم المحكمة الذي صدر بالإفراج عنها بعد أن كانت معرضة للسجن 5 سنوات. الغريب أنه ليلى أنه فادية حمدي كانت رمز للظلم ولقهر السلطة الشرطية في يعني في النظم الدكتاتورية يعني تحول إلى تأييدها الرأي العام وأصبحت ملهمة للثورات ولربيع الثورات في العالم العربي. خبرنا الأخير العربية نت تدخل المستشفى الوحيد بمصراتة وأطباء لم يغادروا منذ شهر. زميلنا علي مبروك الموجود في مصراتة وهو ليبي يعيش هناك قام يعني بجولة داخل مستشفى الوحيد في داخل مصراتة. هذا المستشفى يضم 60 سريرا فقط وهو يستقبل كل حالات الحرب من ضحايا قتلى ومن مصابين يوميا وتجرى فيه العمليات رغم أنه لا يعني عدد قليل جدا من الغرف الصالحة لإجراء العمليات وأيضا عدد قليل جدا من أطباء الجراحة وأطباء التخدير. زميلنا فراج إسماعيل مدير تحرير العربية نكت شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله بنشوف أحد الزملاء يوم السبت المقبل. إن شاء الله. شكرا.